السلام عليكم يا بقرة. يوم الجمعة الكلاسز بتاعتنا فيديوز موجودين عندكم في جروب مخصوص. المفروض تعملوا ايه في الفيديوز دول؟ تتفرجوا عليهم واحدة واحدة كل يوم جمعة زي ما هو مبين في الجدول بتاعكم، وبعد ما تتفرج على الفيديو كاملا تكتب النوتس وتصورها وتبعتها وتملى الفورم وتعمل الهومورك بتاع الحصة اللي جاية وتبعته تصوره وتملى الفورم بتاع الهومورك. يعني عايزكوا تعملوا الفرايدي كلاسز الفيديوز دول بالظبط زي ما بنعامل اللايف كلاسز بتاعتنا علشان يكون في فايدة كبيرة منهم. السؤال تاني، ليه يا مستر كريم بطلت تعملهم لايف كلاسز يوم الجمعة وبقينا بناخدهم كفيديوز؟ قلت لحضراتكم لسببين. سبب الأول، علشان اللي مستعجل وحابب انه يشوف الاربعة فيديوز بتوع يوم الجمعة بتوع الشهر اللي احنا فيه بدري، مش قادر يستنى الاربع اسابيع عشان عنده امتحان هيقابله في السكة، اقدر اساعده بالحاجة دي. كمان بالعكس، اللي حاسس ان حصة الجمعة تقيلة عليه يقدر ان هو يتفرج على الكلاس ده كذا مرة خلال الاسبوع، ممكن يعيده، ممكن يتفرج على الفيديو، ممكن يرجع الحتة اللي عنده فيها مشكلة يشوفها مرة واثنين وثلاثة قبل ما يكمل علشان خاطر يقدر ان هو يتعلم الحاجة دي كويس. رقم ثلاثة، وهو في غاية الأهمية، إن لازم نبتدي يبقى عندنا option إني أتعلم عن طريق فيديو موجود أنا اللي بتحكم فيه. يعني إيه؟ في live classes بتاعتنا أنا التيتشر اللي بتحكم في الكلاس، بقولك الكلاس الساعة كام، مدته هتكون قد إيه، أنا اللي بشرح بسرعة، أنا اللي بشرح بالراحة، وأنا اللي بقولك تعمل إيه، وحضرتك بتسمع كلامي. كمان لازم يبقى عندك سكيل تانية، ان حضرتك وحضرتك يا طلابي يكون عندكم القدرة ان انتوا تتحكموا في الليرنينج بتاعكم، يعني تتفرجوا على الفيديو at your own pace بسرعة او بالراحة، تعيدوا مرة اتنين تلاتة اربعة، توقفوا الحتة دي وتكتبوها كويس وبعدين تكملوا، تقدروا تعودوا نفسكم ان انتوا تعلموا نفسكم بنفسكم، لان دي سكيل لو اتعلمتها مش هتحتاج تاخد دروس في اي حاجة بعد كده، ولا في المدرسة ولا في الكلية، لانك دايما هيبقى عندك القدرة انك تعلم نفسك بنفسك. اوكي، فانا بدوقك طعم الحاجة دي، ولكن علشان انا لا اثق فيكم تماما واعرفكم، انا طالب منكم تبعتولي النوتس والهومورك ضروري، لان مش عايز اسيبك لنفسك تقول طب ما طنش بقى الفيديو ده، ما انا مش لازم اتفرج عليه، ما دي حاجة اضافية مستر كريم عملها لنا بونس عشان يساعدنا، مش مهم. لا، انا تعبت عشان اعملها لك، عايز اشوف نوتس، عايز اشوف التزام، وعايز اشوف هومورك ضروري، يا اما هطلعك من الجروب بتاع الفيديوز ده مش هتفرج عليهم، انت حر. اتفقنا؟ ثانك يو حضرتك، السلام عليكم.